تاريخ مر وتاريخ سيمرر، هكذا هي كرة القدم وهكذا هو أقدار الكبار وقدر الكبار. الترجي الرياضي التونسي يمشي في ركنية، يمشي في زاوية من أجل أحلى زاوية، في الزاوية 90 ممكن في مرمى عادل، كرة بالرأس والهدف الأول في أحلى زاوية، في أحلى زاوية الجول، جوزيف نيانغ في أحلى زاوية. قلناها في 90، في 90 الكاميروني يتصرح ويقول البارح الرامو واليوم جوزيف نيانغ الكاميروني يفتح باب التسجيل. 1 للترجي الرياضي التونسي، 0 لشقيقي الأهلاوي. هنا الفرحة، هنا الدخلة، وهنا المدرجات، وهنا المجموعات العاشقة لترجي تونس. 1-0 عن طريق الكاميروني جوزيف نيانغ، هدف ولا أروع من كرة ثابتة في نقطة قوة الترجي. شمام يمشي للتنفيذ، الراسية مخدومة في التدريبات والتمارين، تتحول من القائم الأول على القائم الثاني، دراجينو لجوزيف نيانغ من أجل أولى أهدافه.